هي صور جميلة تعبر على تشبث سكان منطقة القبائل بديننا الحنيف، فمسجد أبي بكر الصديق هو أحد بيوت الرحمن الذي شيد بقرية فوغال في ولاية بجاية بفضل مشاركة العديد من المحسنين. ننشط نخدم نبني الجمع الواحد سليمويا نتدار ثم مرة الواحد العيبة ذي غيعون المحسنين الجميع نخدم الفرقة ذي كتدار سوا ينسو الفوا لدرني رفوا كان ميقمين كماسي نسكذ العيبة تعاوننا مرة ويفكي يغد الكارلاج ويفكي يغد السيما ويفكي يغد الزال ويفكي يغد اللوح هاسيت سويت إني قعنا نكوث لبنيا. مسجد أبي بكر الصديق يتكون من طابقين يتسع لأكثر من 800 مصلي، ومنهم طابق مخصص للنساء. أولي في سير بينا بقوسي عرضين غاهني جا ربي هذي جمع ربي الشمال إن شاء الله غي جعل ربي غام توردت أنك تسبك من في عامي الدنيا إن شاء الله نكي ذيو نقل لأنك تدرتي وقني فوغال كغي واتني ثموحلي الجماعيين يغيب الناس التبرعات المحسنين وذل قرار انتدرت النار. للمساجد أهمية كبيرة في المجتمع الإسلامي وقداسة ليست كأي مكان آخر، فهي المدرسة التي يأخذ فيها المسلم علومه وأدابه، فهنيئاً لسكان قرية فوغال بصرح ديني ومنارة أخلاق.